سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکت باکا چان جی سوہانی گھڑی چمکت چاند اس دل نفروزِ ساتھ پیلا ہو سلام مصطفیٰ غوثِ اعظم امام تو کا غلوں کا غوثِ اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شانِ قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام علیکم یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین انت خالق السماوات والارضین اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مغفرة عامة اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة عامة اللهم ألف قلوبهم واصل ذات بينهم اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المرتضى صلى الله تعالى عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وسوء يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام المسلمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم أيد الإسلام المسلمين اللهم أهلك الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين بحرمة حبيبك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم يا حل المشكلات حل المشكلات بحرمة سيد الأبرار علي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام نمر قلوبنا بنور العرفان وبطاعتك واتباع نبيك آخر الزمان
صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك لها بذكر پاک محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم اور اس میں تمام حاضرین جو ہیں ان کی حاضری کو تیرے بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دارین کے صلاح فراح خیر و برکت سے برکتوں سے مالا مال فرما مریضوں کو شفا عطا فرما بے اولاد کو صاحب اولاد فرما با اولاد کی اولاد کو فرمان بردار فرما یا الہ العالمین تو فضل فرما تو کرم فرما با ہم اتفاق اتحاد محبت نصیب فرما نبی علی نبی صحابہ اکرام چار یار پنج تن پاک جملہ تیرے نیک بندوں کی محبت صحبت نصیب فرما مولا تو فضل فرما دے تو کرم فرما جنہوں نے یہ جلسہ منایا یا اللہ تیری رضا کے خاطر تیرے حبیب کی رضا کے خاطر یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور دنیا و آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما رزق روزی حلال میں برکت عطا فرما حرام کاموں سے ہوا حرام رزق سے بچا مولا تو کریم ہے تو اکرم الاکرمین ہے تو کرم فرما دے فضل فرما دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وبارك وسلم وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين